شو أبو رغيد؟ إيه والله ما في بالعادة تيجي وتطلب من عندي رقاصة. شو عميل؟ نص شباب أبرعاتك يا عم يجي يسهروا عندكم بشارع المرقص. ومثل تقوم يا ولد نقي لك رقاصة على خمارتك وشدهم لعندك. والله عملت زينة العقل وما قلت لي أنا وحدة عجبتك. كلن حلوين، أنت نقي لي وحدة تزبط معي. من عيوني الجوز يا حفيظة. أمريني معلمتي. رجعي رجعي حفيظة. أريشة أمرك معلمتي؟ بقدم لك القريشة، راقصة من العيار الثقيل وما في مثل فركة كعبها على الأرض. أنت بس رشلها شوية سكر وشو شو بتعمل؟ السكر مصاري تقبشني. تكرم عينك أنت وياها. إلا كان أعطيني الكوميسيون تبعي وإن شاء الله بتشوف على وجه الرزق. تكلنا على الله،